إذن سوف نرى في هذا الشريط منهجية استعمال أجهزة قياس التيار الكهربائي. إذن كيفما كتلاحظوا هنا قمنا بإنجاز دارة كهربائية بسيطة. إذن عمود وقاطع التيار ومصباح وأمبيرمتر، جهاز أمبيرمتر، جهاز يستعمل لقياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة. إذن كيفما كتلاحظوا عندما نقوم بفتح قطع التيار، إذن ينطفئ المصباح وتعود الإبرة إلى الصفر. إذن عندما نقوم بغلق الدارة يشتعل المصباح وتنحرف إبرة الميناء. إذن كيفما كتلاحظوا لتحديد شدة التيار المارة في الدارة يجب تركيب جهاز أمبيرمتر في الدارة، بحيث يجب احترام قطبية الجهاز. يعني كيف ما كتلاحظوا هنا كاين لوكوم دي أمبير والمربط الموجب. إذا المربط الموجب يجب ربط المربط الموجب مع المربط الموجب للمولد، والمربط السالب للمولد مع الكم للجهاز. إذا كيفما كتلاحظوا هنا العلاقة لحساب شدة التيار، إذا كيفما كتعرفوها الرمز ديال شدة التيار وهو اي كتساوي ان عدد نومبر دو ديفياسيون دو ليغوي، يعني التدريجة التي تشير إليها الإبرة، مضروبة في العيار في الكاليبر مقسوم على عدد التدريجات ديال الميناء اللي هو ان زيرو. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا التيار اللي استعملناه وهو تيار مستمر. اذا نخدمو في سوف نشتغل على العيار للتيار المستمر للرمز ديالو هو هذا دي سي. ملي نبغيو نخدمو على التيار المتناوب خصنا نخدمو في هذه الجهه هذه. كذلك هنا عندنا العيار المستعمل هو 300 ملي امبير. اذا يجب البدء اولا بالعيار الاكبر. اذا العيار الاكبر، اذا العيار الاكبر هو واحد بالنسبه لهذه الحاله. عندنا تقريبا شده التيار ما كتفوتش، اذا ما يمكنش نخدمو على 10 امبير، ما كتعطيناش واحد الانحراف اللي هو قصوي او انحراف في الجزء الثاني للميناء. اذا سوف نقوم ب تغيير العيار. كيف ما كتلاحظوا سوف نقوم بتغيير العيار. بحيث نحصل على انحراف مهم للإبرة في النصف الثاني للميناء. إذا كتلاحظوا الانحراف غير قصوي، إذا يمكن اختيار عيار آخر اللي هو 300 ملي أمبير وعطانا الانحراف قصوي للإبرة. إذا كيف ما كتلاحظوا القراءة خاصها تكون جيدة، إذا خاصنا نكونوا في وضع مناسب مع هاد المرآة هذه مرآة، وبالتالي لكي تكون القراءة صحيحة. إذا في هذه الحالة يجب تحديد التدريجة التي تشير إليها الإبرة. إذا يمكن الاشتغال على الميناء ديال 30 تدريجة، أو نشتغل على الميناء ديال 100 تدريجة، وبالتالي هنا ممكن نحددو أي الميناءين بواسطة العيار. دونك عندنا العيار هنا 300 ملي امبير، اذا ممكن نخدمو حنا في العيار ديال 30 ولا في ديال 100 لا ميم شوز، راه بحال بحال ما كاين حتى مشكل، غير لي تسهيل القراءة او الحساب. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا اذا استعملنا العيار ديال 100 غنلاحظوا عندنا 60 هنا 70، اذا التدريجة تشير الى 68، دونك ان صغيرة تساوي 68. اذا هذه هي العلاقة باش كنحسبوا
شدة التيار. إذن إي 68 مضروبة في العيار اللي هو 300 ميلي أمبير مقسومة على 100. إذن كيف ما كتلاحظوا غنختزلوا هاد الصفرين وغادي نلقاو 68 مضروبة في 3 غتعطينا 204 ميلي أمبير اللي هي كتعطينا 0.24 أمبير. إذن التحويل من الميلي أمبير لأمبير اون ديفيز سور ميل سيتادير واحد ميلي أمبير كيساوي 1/1000 أمبير سيتادير 10^3 أمبير. إذن هذه هي النتيجة النهائية اللي غادي تلقاو